جيت تذكر معلوماتك ناصر. مفرد الأولاد الولد. طيب ما نوع كلمة المنزل؟ اسم أم فعل يا خالد؟ ما نوع المد في كلمة أبي؟ وما نوع الهمزة؟ ناصر أبي مد إيه؟ والهمزة هنا همزة؟ آخر كلام قاطع. الحرف المضاعف في كلمة النافذة، النافذة حرف إيه يا خالد؟ سعود حرف النون. أسلوب الدعاء بالدرس هو بارك الله فيك. ممتاز، كنتما رائعين. نأخذ عمار، ياسر و من لم يشارك أحمد. تعال يا أحمد، روح. تعال يا عمار، قرب يا أحمد. باش تمام. من الدرس كلمة بها أل شمسية ومد بالألف من الدرس. يلا يا عمار. الزجاج. طيب كلمة بها مد بالألف ومد بالياء. يلا يا أحمد، كلمة بها مد بالألف ومد بالياء. لا هذه الإجابة أنا عاوزك تجيبها من النص. كسرت. زجاجة منزل فيها مد بالألف ومد بالياء. الجيرة. ماشي. طيب هنا كلمة بها لا خلينا مفرد الأولاد ولد. عمار ما نوع كلمة المنزل؟ اسم أم فعل؟ طيب أحمد ما نوع المد في كلمة أبي؟ والهمزة؟ أيوة قطع أم وصل؟ هذه وصل. هذه همزة قطع. وصل. آخر كلام وصل. أنت أترى الهمزة أم لا؟ قطع. أنت تراها أم لا؟ ترى الهمزة هنا أم لا؟ إذا قطع أم وصل؟ وصل. لا إذا رأيتها تبقى همزة قطع. قطع تمام. طيب الحرف يا سعود قلت 5 مرات، وطي صوتك يا سعود. الحرف المضاعف في كلمة النافذة نون. أسلوب الدعاء في الدرس كان هو إيه؟ صاحب المنزل دعا لفواز ولخالد وقال له إيه؟ عفوت عنك. أيوة وقال له إيه بقى لما دعا له؟ أسمع. ما الدعاء الذي دعاه له؟ لقد عفوت عنك لصدقك يا بني. قل يا عمار. ما هو يا احمد؟ بارك الله. اسلوب دعاء بارك الله. طب هات له اعطيني اسلوب استفهام من الدرس يا احمد. صاحب المنزل كان بيستفهم عن شيء، ماذا قال عندما خرج متوعدا؟ ماذا قال؟ قال من كسر. ايوه هذا اسلوب استفهام. تمام. طيب عاوز اسلوب تعجب من الدرس يا عمار. خالد تعجب. عندك او من درس من اي درس هات لي اسلوب تعجب. يلا اعطيك فرصه اسلوب تعجب من الدرس الذي معنا. قل يا سالي. قول من اي درس؟ من اي درس؟ ايوه سبحان الله يزول ويعفو عنهم. سبحان الله يؤذونه ويعفو عنهم. قل يا سالم عندك تعجب؟ اسمع صاحب المنزل انت
انت كسرت الدجاج النحل. انت كسرته وتعترف بذلك؟ هذا اسلوب تعجب. بارك الله فيك، احسنتم يا ابطال.